طارق صالح يهاجم مسودة القواعد المنظمة لمجلس القيادة، ماذا يحدث؟ تفاصيل عاجلة. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. هاجم نائب رئيس مجلس القيادة العميد ركن طارق محمد عبد الله صالح مسودة مشروع القواعد المنظمة لعمل مجلس القيادة، متهما حزب الإصلاح بتجريده وبقية نواب رئيس مجلس القيادة من أي سلطة عسكرية أو سياسية من خلال إعداد مسودة المشروع. عبر عن هذا الموقف المستشار السياسي لنائب رئيس مجلس القيادة طارق محمد صالح الأكاديمي خالد شميري، الذي اتهم فريقا قانونيا تابعا من حزب الإصلاح بمنح العليم صلاحيات رئاسية مطلقة على الجميع. وقال الشميري في تغريدات على موقع التدوين المصغر تويتر: كارثة لجنة تمكين العليم بصلاحيات رئيس الجمهورية، مسودة وقع عليها فريق قانوني يرأسه الإخواني حمود الهتار، تجرد أعضاء مجلس الرئاسة من أي سلطة عسكرية كانت أو مدنية خارج إطار الرئاسي، مما يعني حرفيا الالتفاف على اتفاق الرياض وقرار تشكيل مجلس القيادة. مضيفا: المسودة تلغي أي مكونات عسكرية خارج إطار الجيش الوطني، ويجري الآن تشكيل ألوية جديدة تحت مسمى وحدوي اليمن السعيد تستهدف تجنيد الجنوبيين ليكونوا بديلا شرعيا للقوات الجنوبية. وأردف إن المسودة جاءت تحت عناوين وبنود ومواد تخدم فقط مشروع الوحدة والإخوان. ومع أن رشاد العليمي يعد من قيادات المؤتمر الشعبي العام وكان نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزيرا للداخلية في عهد الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح، إلا أن طارق عبر على لسان مستشاره الشميري عن رفضه لتحويل العليمي صلاحيات مطلقة، مردفا: المسودة أعطت العليمي حرية تصرف وصلاحيات رئاسية مطلقة على الجميع.